اف ام كلام القلب مع طارق الحناشي على اف ام احلى راديو. يا فهم أحلى راديو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب من توا حتى للعشرة متاع الليل. السلام عليكم الناس الكل تنجم متابعونا كالعادة على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام. اليوم الخميس 11 أوت 2022، موعدنا جديد من كلام القلب. تحية خاصة للناس تسمعنا خارج تونس، كيف كيف الناس اللي داخل تونس كلام القلب كالعادة، وين العقل يرتاح شوية والكلمة تكون بالخصوص للقلب حتى يعبر ونسمعه تجاربه والقصص اللي عاشها. كل هذا نسمعه على 56 833 423، 56 833 423. انتم تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. يعتبروها البعض أكبر براهين العشق وليست شكا كما يعتقد. يعتبرها البعض الآخر إنها تحمل بعض الأنانية في التصرف وحب الذات أكثر من حب الحبيب، خاصة كي تتحول تصرفات سلبية ومضرة للحبيب. نحكيه على الغيرة. فما شكون تسأل مرة كيفاش تنجم تخبي الغيرة متاعك؟ قال: كان ألمس الجمرة في راحة يدي ثم أدعي أنها مكعب ثلج، كأني نمس في ولعة بيدي أما نمثل كأني نمس في قطعة ثلج. الغيرة تختلف فيها المقبول وفيها الزائد عن اللزوم. أغار عندما لا تحادثني وأفكر بمن أنت معهم وتحادثهم، فأجن وأحزن. أنا أحبك حد الكره لكل شيء يشغلك عني. هذا نوع من الغيرة. الغيرة تذهب الشيرة، هكا يقول المثل التونسي. من أكثر ما قيل في الغيرة وما أكثر ما قيل في جنون الغيرة: لو كان معشوقي أغنية لعزفتها على جمهور أصم، هكذا غيرتي. الغيرة، هل دوري اني نعرف نهدي ونجاري الغيرة متاع الطرف الاخر، ولا دوري اني نبعد عليه ونخليه وقت اللي تكون الغيرة مفرطة؟ فما شكون يقول الغيرة كالماء والزرع، تسقيه ينبت ويحيا، كان تسقيه برشا زيادة عن اللزوم يموت الزرع. القليل من الغيرة بناء والكثير منها هدام. موضوعنا لليوم الغيرة ونوعا ما حب التملك، كان من أبطال حكايتي. هل كانت الغيرة للحب تقوية أم مدمرة؟ أعطت حياة لقصة الحب أم قتلت قصة الحب؟ هذا موضوعنا اليوم. كان الغيرة وحب التملك أثروا على حكايتك؟ كلمونا على 56 833 423، 56 833 423. عبد الرحمن محمد، أغاروا عليها، ما فهمش من أحسن الغناية هذه نبدأ بها موضوعنا اليوم. أغاروا عليها ورجعنا معكم بعد شوي. 8:16 رجعنا معكم في كلام القلب، موصلين حتى للعشرة متعليل. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تابعونا على شين يوتيوب اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اف ام. موضوعنا اليوم كان الغيرة وحب التملك كانوا موجودين في حكايتك في قصتك، أثروا على القصة متاعك. كلمونا على 56 833 423، 56 833 423. إذا الغيرة كانت بطريقة أو بأخرى موجودة، تحديتوها وكملتوا، ولا كانت عواقبها أنه صار بعد وانفصال؟ لأنه الغيرة ساعات تتحول إلى غضب، إلى تصرفات سلبية تأثر وتقلق في القصة بين الحبيب والمحبوب. ساعات ما نعرفوش كيفاش نجريو الغضب ولا الغيرة متاعنا. ساعات نجيو نحبو نوريو انه احنا في حالة عشق او حب للطرف الاخر، ولكن نتيحو في المبالغة والمزايدة. اذا الغيرة كانت من ابطال قصة، تكلمونا على 56 833 423. وردة، نار الغيرة، رجعنا معاكم بعد شوي.
انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM احلى راديو. 28 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب على EFM احلى راديو، موصي معكم حتى للعشرة متاع الليل. موضوعنا لليوم الغيرة وحب التملك كانوا من أبطال القصة اللي عشتها. هل كانت الغيرة سبب في أنه الحب يتأجج أكثر ولا كانت سبب للمشاكل؟ الغيرة تذهب الشيرة، هذا المثل التونسي، ولكن القصص متاعكم شوفوها هل تنطبق عليها الأمثال التونسية هذه ولا تمشي في طريق آخر. كلمونا على 56-833-423 56-833-423. معنا سلمونجي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سلمونجي. سلمونجي ذولي الغيرة خليته يقطع التليفون، ننتظروا أنه يرجع معنا سلمونجي ونستناو تليفوناتكم. مازلنا على 56-833-423. كنت نحكي على الغيرة، شنية لازم يعمل المحب ولا العاشق في الغيرة تجاه الطرف الآخر اللي تكون الغيرة حاضرة بقوة في حياته. هل دوري أني نعرف نخفف ونجاري الغيرة متاع الطرف الآخر، ولا دوري أني نبعد ونخليه ونعتزل القوم، نعتزل الأشخاص اللي الغيرة حاضرة بقوة في تجربهم وحياتهم؟ الغيرة فما شكون يقول انها تحمل بعض الانانية في التصرف وحب الذات اكثر من حب الحبيب. هذا اللي باش نكتشفوه في تجربكم وقصصكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. شيماء هليلي من يعشق بدقيقة ورجعني معكم بعد شوي. كلام القلب موصين حتى للعشرة متاع الليل. السلام عليكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موضوعنا الغيرة كانت من أبطال قصة، كيفاش كان التعامل معها في التجربة متاعكم. نستناو تليفوناتكم على 56-833-423. معنا محمد، أهلا وسهلا محمد. محمد أهلا وسهلا. علق محمد زادة مرة أخرى، فما لا اليوم فما حاجة، فما مؤامرة توا. ذي الثاني والثالث تقريبا اللي يتدخل معنا محمد ثم يبطل التليفون. ما ناش عارفين هل من مفعول الغيرة هذا تبدأ القصة ثم توفى في الأثناء. على كل نعود نخرج غنية مرة أخرى ثم نرجع نستنيه تليفوناتكم. يا ريت يجي تليفون وما يقصش رغب علامة يدعي معايا ويقول يا ريت في خبيها. نسمع ورجعنا معكم بعد شوي. رجعنا معكم على FM أحلى راديو موصلين في كلام القلب. معنا أول تليفون في موضوعنا اليوم في كلام القلب، الغيرة أثرت على القصة متاعكم. معنا محمد من تونس، أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا. تي وينك يا سي محمد؟ الله يعني خويا. إيش بيك علقت علينا المرة الأولى؟ ما والغرب الريزو قص وحده. الريزو قص، وين من تونس سي محمد؟ أريانا. أريانا، باهي. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا في ولاية أريانا. قداش العمر؟ العمر 28. 28 سنة، باهي محمد. موضوعنا الغيرة كانت حاضرة بقوة في قصة عشتها أنت، والتأثير متاعها كيفاش كان وكيفاش كان التعامل معها. أنت أكيد عشت قصة في الخصوص، فمن أين تبدأ القصة؟ ما والله الحكاية بدأت من أيام القراية في السيكوندير. عرفنا لبعضنا أنا وقتها لاج 22 حكاكة، وهي أقل مني بتروازون. أي بدأت العلاقة تكبر بشوي بشوي، معناها فما علاقة، معناها علاقة حب من الأول بدأت ترسم. يعني من اللحظات الأولى بدينا نحكيه على قصة حب. شنو اللي كان موجود في اللحظات الأولى حتى دخلنا مباشرة في قصة حب؟ في العادة تطلب بعض الوقت. مو صحيح خذ شوي وقت العلاقة في طريقها الأولاني باش نجموا نتفهموا مع بعضنا، فما حاجات نجموا نبارتاجيوها مع بعضنا، فما حاجات معناها شوية صبر مني أنا شوية من عندها هي، حتى كما يقولوها معناها كل واحد يطيح الآخر ساعات شوية، فهمتني؟ هذا بعد محمد، ولكن نحكي من الأول. هل كان حب من النظرة الأولى؟ أكيد فما إعجاب، أي فما إعجاب مني أنا بدأ من الأول. بعد ما وصلت الميساج دي هي صار الكونتاكت معناها في أقرب وقت. الكونتاكت الأول كيفاش كان قبل ما نخلته؟ الكونتاكت الاول كان صعيب برشا، مو معناها ما بون توا عندها برشا الحكايه. قداش عندها؟ عندها اكثر من 7 سنين، هكاك 8 سنين. 8 سنين 2014 2015 تقريبا. اي هكاك هكاك.
بيه اي كيفاش كان ساي بحكي لي اكيد تفكر اي تفكر اي قبلنا وقتها هي كانت حشامة برشا وانا زادة كيف كيف اي حسيلو شو قلك بديت علول وصلت لها الميساج قلت لها عجبتني وكل شيء ونحب نحكي معاك هي علول حبت تجبد روحها معناها كم وقوع صحيح اللي انا بعت لي حكيت لي هي بعد ما تورت الكونتاكت تورت العلاقه دخلنا معناها في كونتاكت مع بعضنا واحد وكل شيء قالت لي صحيح تعجبني ما حبيتش نبعت الميساج انا لولا خاطرني نحشم خليتك تبادر معي خليتها كيك جوست معي فحتى فما شكون واحده من صاحبتها وصلت لي الميساج قالت لي تحب تحكي معاك وخايفه ونتعرش على الرياكسيون بتاعك انت شنو بالضبط يا اخي انت بدرت يا اخي انا كي حكيت لي وقتها صاحبتها حطيت الموضوع في مخي ودرست الحكايه درست الحكايه مشيت حكيت معها معناها وصلت لها الميساج قبلت هي تو ديريكت ما نحكيو مع بعضنا بديتوا تحكيوا وبديت الايامات ودخلنا في النشاط اليومي اي اكيد ولينا نحكيوا على قصه حب متبادل هي كانت قصة حب متبادلة على الأول هي كانت مترددة شوية معناش خايفة من العلاقة خاطر هي أول مرة تحكي مع شكون وزيد في الانتراج نتاع الليسي وقتها قبل وخايفة من الفامية نتاعها هي كأي طفلة في البدايات على الأول بعد لي معناها ارتاحت كي لقات الإنسان هذاك معناها طبيعته باهية ومخه نظيف وما عندوش حاجات هكا ولا هكا هذا الكل محمد خليت معنا برشا حاجات خليت ترتاح معايا برشا معنا هذا الكل يظل لي تغير بعد شوية وقت ولا بون تغير اي تغير ايش صار برشا حاجات بدلت معنا سيرتو معنا في الغيرة كانت تغير برشا على أبسط الحاجات معنا برشا حاجات تبدت بسبب موضوعنا لليوم اللي هو الغيرة الغيرة كيفاش؟ شكون كان المغيار الأشد؟ مو أنا صحيح كل إنسان راهو ما ينجمش ما يحسش ولا ما أي ولكن شكون كانت غيرته؟ الحاجة هذه ما بوسيبل يقول لك واحد في الدنيا هذه ما يغيرش راهو ولا لازم الدم في بنادم معناها يتحرك كومام زاد الشعور هذاك لما يحس معناه الانسان هذاك يحب واحد وكل شيء لازم باش الشعور هذاك يمسطو ديريكت مول العبد ويخليه معناه يشعر بالغيره تجاه الانسان هذاك حب تملك والانفراد بالشخص هذاك الغيره تعتبرها حب تملك ولا من براهين العشق مو علول انا حطيت معناها حاجه بتاع تحب واحد وكذا وديجا حكيت معاها قلت لها راه من غير عليك وواحد وكل شيء قالت علاش انت نحبك تظهر الغيره نتاعك علاش ما تظهرهاش معناها قلت لها لا ما نجمش نظهرها خاطر انا كيفاش نظهرها نجم توصل معناها انا تولي نطلعوا في الكلام على بعضنا وواحد وكذا ونولي تصير شويه مشاكل فهمتني قلت لها لا الغيره تجي معناها سبونتانيمون هكاك معناها نقول لك راني من غير عليك ما تعملش الحاجه هذيك شاورني في الحاجه هذيك محمد وي الغيره نتاعها كانت مبالغ فيها وغير مقبوله برشا هي ديجا برج الاسد برج ما شاء الله معناها شبيه ما نحكيلكش في لا 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 عاد لا سامحني شبيه برج الاسد لا مش نقصد معناها صحيح فما عباد محلاه في برج الاسد كذا مي هي ياسر هكا ثوريه برشا وتغير وتعملها من الكل معناها ساعات عيد ميلادها الايامات هذه مال نورمال موي نورمال مو على خاطر برج الاسد عيد ميلادنا الايامات هذه انت يظهر لي برج الاسد صحيت انا جمعه جايه انت جمعه جايه خويا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك وربي يعطيك الصحه والعافيه ويفضل لك الوالد والوالده وربي يعينك ان شاء الله ما شاء الله الله يخليك يا محمد ان شاء الله عايشة. من فمك ربي نكملوا القصه نتاعنا محمد دونك الغيره نتاعها كانت مفرطه من الامثله كانت تفكر هكا مثلا اللي كانت عشتها معاها وكانت يعني عاش دون لو تو عشت معاها انا كا غريبه برشا خلتني نتراجع شويه في الايامات هذيك ما نحكيش معاها ونقص معاها كونتاكت شويه حبيت نفهم روحي شنو اللي صار عاش صارت مره في الجست في الباك سبور وقتها تعرف الجو بتاع الولايات في الباك سبور كذا حجام لبسه جديده برشا فازات كيما هكا غيرت برشا هي قالت
جماعة برشا بنات قالوا له محمد محليه وكلاس برشا وكل شيء. هي أنا عشت غارت برشا في الفازة هذيك، قالت لي لشكون سيارية ما دبشيت هذوما، وين خارج تسهر ومع شكون، وشكون ذاك اللي جاء صور معاك وفهمتني مش شكون هذاك اللي صور معاك، شكون هذيك اللي تصورت معاك؟ هذيك الجروب بتاعنا معنا بتاع الليسي فهمتني، الجروب بتاع اولاد وبنات مع بعضنا نصوروا فرحانين وعاملين امبيونس محليها دونك في الباك سبور غارت. كيفاش انت لبست مليح مهندم وما شاء الله صاحبتها ما قصروش، محمد يدوخ، محمد كلاس، محمد ما شاء الله عليه. اي ديجا عندي الفوتو بتاع الباك سبور هذيك مازلت مستحفظ بها في الجاليري بتاعي بتاع التليفون، وكل مره تفكرها نسترجع الميموار بتاع السوفينير بتاع الحكايه هذيك، ونغى ساعات بعد نغى نضحك كل حسره ايامات تعديت وكل شيء. من الحاجات اللي كانت فارقه هذه، من الحاجات اللي كانت فارقه وصارت برشا حاجات اخرين زاد. فما حاجه اخرى قاعده معلمه في راسك؟ الكره هذه اللي حكيت لك هذه اول واحده، انا نورمالمون في السيتياسيون هذيك بتاع فرحه معناها باش تدزني المورال نتاعي، قادم على باك بلون وباك برانسيبال، ونورمالمون باش تفرحني انت بالكلمه الباهيه وباش تحسسني بالمومون هذاك اللي انا قاعد عايشه معناها صحيح باش يقعد على فيه معناها في حياتي معناها، حتى كان صارت حاجه باهيه ولا حاجه خايبه الله يقدر باش يقعد معناها في المورا نتاعي الونغ تيرم معناها فهمتني. صارت بوكو دي جيست مرات اخرين في ريستورون مثال في قهوه باش بي قاعده كيك علاش تغزر لها شنو قتلك احكي لي، وحكم انا تويك معناها مبعثي لك قصيد من القرايه دخلت نخدم عندي برشا كونتاكت معناها في التليفون ومع كليونات وواحد وكل شيء، شكون هذاك اللي يكلمك ومدرى شنو برشا مشاكل، وليت وتفارقنا معناها بالمعروف وقعدنا اصحاب حتى الوقت بعد قداش، وعند برشا توم قطعت العلاقه مع بعضنا معناها وكاين يدي ولا فورماسيون مع بعض. انا احبك حد الكره للاشياء التي تشغلك عني، هذا كان شعارها. اكزاكتومون هكاك. وحبيت نفهمها خاطر هي وقتها في كي تعرفنا على بعضنا في الاج ادوليسون تاعها معناها فتره مراهقه وبدات معناها تشوف في حاجات هكا تبدت عليها في الكاركتير نتاعها في طبيعتها في كل شيء، حكيت معاها بالسياسه حكيت معاها فهمتها، قلت لها ريت قاعد نشوف وقاعد نلاحظ نهار بعد نهار قاعدة تتبدل علاقتك معايا، كلامك قاعد يتبدل وسيرتو تصرفاتك معناها. نحاولوا باش نكلمي رواحنا في وضعيات يلزم معناها الحديث يكون فيها متبادل معناها كلمة بكلمة، مش بالعيات مش بالصياح مش بتعليق تليفون فهمتني. الحب اوكي حب مريق، انا بدي نحبك زادة وانا بدي نغير عليك، مي مش بالطريقة هذه اللي باش تخلي معناها العلاقة باش تفسد، واحنا من وانا ما نحبش نفسد العلاقة هذيك. قداش قاعدة القصة؟ القصة كما قلت لك بديت بريسك 2014 هكاك وفات بعد لافان دو 2017 معناها وفات اواخر 2017 ثلاثة سنوات. فما حدث فارق خليك تقص جملة ولا كومول الكل مع بعضه؟ ولا ايش باش نقول لك، بكثرة المشاكل بكثرة لي ريكليماسيون تاعها كل شيء وليت حسيت برشا برود وحسيت بتراخي وتراجع الوراء معناها في الموضوع هذاك، ما عادش نخمم كيما قبل، ما عادش نسأل كيما قبل، ما عادش نسأل تليفون كيما قبل. وصلت وانت محلال شوية في محمد وانت معاها وصلت باك هي باك من بعدي انا وصلت باك هي بعدك انت في الباك سبور متاعها؟ لا الباك سبور بتاعها لا 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 مشيت لا تبعت لا سألت على اخبار شفت تصور على الفيسبوك لا حد شيء معناها. ما عملتش كيما عملت هي؟ لا ما عملتش، لا وقتها ماناش اون معاها. وقتها وفات القصه؟ وقتها وفات اوكي دونك سي سؤال ما عادش قايم الذات. بعد هي محمد عشت تجارب اخرين؟ عشت اجمل؟ ما والله عرفت برشا عباد باهيين شوف نحكي قصة حب، انا ما نحكيش على الناس ما نحكيش على اصحاب، قصة حب بعد عندنا 7 سنين هي وفاة 2017 من 5 سنوات يعني بعدها هي عشت قصة حب واحدة أخرى وديجا ما زلنا كورة مع بعضنا تويكا معناها. قصة أجمل؟ القصة اللي عرفتها بعدها أجمل من القصة ذيك؟
باهي تحفون اي ديجا فيها برشا حاجات باين خلوني معنا كونسنتري مع الموضوع هذايا. فماش غيره مفرطه؟ لا غيره فما والله بعد ساعات لسه انا بالعاني نعمل ديجيست واحد كذا نحب نحب نحركها كمان داخل فماش ما وديجا حكيت معك قلت لها نحسك ماكش دونك انت كنت في قصه اي غيره جهنميه ومشيت القصه لا غيره بتاتا اكزاكتو معلش انا ارتحت معه كل شيء وما زلنا كونتاكت مع بعضنا حكيت معه قلت له نحسك ماكش انا حكيت له على قصتي الاولى معنا مع الطفله وعلاش تعرفنا وعلاش قصيني واحد كل شيء هي بحيث مخها ارزن شويه في العمر اكبر شويه بخممت في الحاجه هذيك اول حاجه قد يحب نخليك على راحتك طول الموه معناها تحب نحكي وبالنار ما نحكي وش نحب نتقابل ما نتقابلوش على راحتك تروح تسهر حتى على راحتك معناها فهمتش هو شوف أنا الحاجة هذيك مقلقتني شوي ديجا مش نسألك عليها إيش البرود شوية بتاع الغيرة يخلي ما تحسش بعلاقة حبه إلا لا معناها هو يقول لك أوكي يقول لك الإنسان هذاك يحبك معناها يغير عليك ما هوش ناقم عليك وإلا يحب يفسد عليك وإلا يحب يعمل لك المشاكل وإلا يحب ينكد عليك ولا حاجة لا متاع حب ميكي توصل الإفراط متاعها برشا برشا تولي خايبة هو أوكي أخر نحب نسأل عليها إيش باهية وإلا خايبة شكرا ليك ساعة محمد اللي عطيت فيا الثقة أني نعطيك رأي في الموضوع هذا أكيد هو يقول لك ساعة لا إفراط ولا تفريط هكا ولا يقول لك القليل من الغيرة بناء والكثرة منها هدام كما أي حاجة في الدنيا الاعتدال فيها محليه يبني مبالغوا فيها تولي تخلنا في الإفراط وفي أنه نهدمه في القصة قبيلة قلت حاجة أنت صحيحة على الأخر وقت اللي أنت في الباكسبور المفروض أنت فرحان وعامل جو ماذا بيك اللي بشي يجيك يقول لك ايا برافو ويا مبارك عليك ويا يعطيك الصحه فكل لحظات اللي واحد ديما يستنى في تشجيع وفرحه وانت فرحان وقت اللي يجيك واحد يكبلك يقول لك اوه علاش لبستك كيكة علاش عملت كيكة علاش مشيت مؤخر هكا التكبيل هذاك يوتر الانسان من الداخل وهذا اللي وصلته لنا انت كي قلت لي وقت اللي استنيت منها تشجيع وفرحه جات تقول لي شبيك هكا لبست محليك ياسر وناس كلت الهو بيك هكا ولا ايه هذا الافراط اللي هدم القصه وقعدت انت عامين كاملين وتخمم فك السوفنير هذاك ما نسيتوش زيادة من جانب اخر يقول لك الحب اهتمام ومبالات ومن اول عوامل نهاية القصص هي عدم المبالات عدم الاهتمام ما نسألش عليك انا بتبيعتي ياسر وتحب تكلمني تكلمني تحب نخرج ونخرج عدم المبالات هذاك عادة وحتى بال العلماء كيدرسوا القوه يقتل حتى المشاعر متاع الحب ولا نظرة الإعجاب تموت بشوية بشوية هي في غريزة الإنسان أي واحد يحس منه تقزيم حتى مشاعرك تجاهه تموت حتى كانها صديقة ولا صحبة فما بالك حب يعني البرود زادة يقتل نوعا ما طبعا أنت أدرى بالقصة متاعك كيفاش نوعية البرود هذا برود ذكي برود جميل ساعات توريك حاجات جميلة وساعات هكا اكل برود اللي يحاول يعدل اكل اللي انت تفهم وتقول المرأة هذه تعمل في نوع من البرود حتى ما تظهرش انها لاهية بيا ياسر فيكون نوع من الحب انت تكون ادرى بالقصة متاعك محمد هنا ولكن هذا انا رأي البرود الكبير يقتل والاهتمام الكبير والمبالغ به لحد الخنقان زاد يهدم فالاعتدال ممتاز في هذا ويخلق قصة حب جميلة انت ادرى بالقصه متاعك وانت ادرى باللي معاك كيفاش قاعد التعامل يصير بيناتكم على ذلك نحب نختم معاك محمد رساله للمراه الاولى اللي كنت معاها وين كانت الغيره من ابطال القصه ثم رساله للي انت معاها توا اللي الغيره منعدمه فيه يلا رساله للاولى اللي مشيت على روحها رساله الاولى على بون شانس معناها ديجا ماريا هي تويك هي معرسه به الثانيه اللي معاك توا شي تقول لها خاطبها مباشرة انا خاطبها مباشرة كأنها تسمع فينا اي يا فلانة اللي شفته فيها انا الاكثر حاجة معناها شدتني ليها برشا وقعدت معناها متعلق بها ومعناها ونحكي مع بعضنا برشا الاحترام اي خاطبها محمد تحكي ليش عليها خاطبها خاطبها اي قلها جيتان بوكو مرسي على اللي عملته معايا دارينير مو معناها ما نجمش نسيها الجيست فهمتني
شو الجست اللي عملته معك؟ أعطيت كادو. كادو في مناسبة ولا في ضيق أنت عشته وشني؟ لا جست خرجنا في فاكونس كونجي واحد كل شيء. معناها عملت لي سيربريز وأنا ما في باليش معناها مع الفامي. عجبتك الجست هذيك الحركة؟ عجبتني برشا. تقول لها نحبك؟ أكيد. تفضل. تسمع فينا هي تورا وقول لها خطبة نورمالمون بون ما كلمتيش انا قبل. لا تسمع فينا يسمعوا هي فين الكل يسمعوا هي فين يسمعوا فينا اللي ما يغيروش هكا ديما يسمعوا هي فين اي نحب نقول لها راني نحبك برشا و شكرا بوكو ربي يخليك ليا نقدرك برشا ونحترمك برشا على قد معزتك ليا وان شاء الله ربي يخليك ليا كي نقول لك ان شاء الله تكون من نصيبك وتكون زوجتك في المستقبل تقول امين تقول امين اكيد ان شاء الله تكون من نصيبك محمد ان شاء الله تكون من نصيبك وان شاء الله تعيشوا قصة حب جميلة واجمل من هذا وان شاء الله ايامك القادمة الكل سعيدة. شكرا محمد اللي كنت من مستمعينا وكنت من الناس اللي شاركونا القصة وتجربة متاحهم مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. موضوعنا اليوم الغيرة او نوعا ما حب التملك كان من ابطال قصة حب عشتها. كلمونا على 56 833 423 56 833 423. فاصل صغير وراجعين معكم بعد شوي. انسي عجر متوصلنا ل 58 دقيقة موصلين معكم في كلام القلب. موضوعنا اليوم الغيرة أو حب التملك نوعا ما كان من أبطال قصة حب عشتها. هل الغيرة هذه كانت مقبولة وكانت من براهين العشق في القصة ولا كانت فيما بعد دليل لأنانية وحب تملك؟ هذا اللي نستناوه في تجربكم وقصصكم على 56 833 423. شوفوا شكون معانا بالتليفون. أهلا وسهلا. ألو عسلامة. ألو عسلامة. شكون معانا؟ مرحبا. حسام. حسام منين تكلم فينا حسام؟ أهلا وسهلا بيك. من السيرة. من المنستير. وين بالضبط؟ في معدنتي تفسير المديون. تحية للناس كل في قصيبة المديوني وتحية للناس كل يسمعونا في ولاية المنستير. موضوعنا حسام هو الغيرة كانت من أبطال قصة عشتها. أنت أكيد عشت قصة في الخصوص، فمن أين تبدأ القصة؟ بدأت من كما نقوله من الوقت كنت نقرأ في الفاكولتي. هاي قداش عندها الحكاية؟ بس 4-5 سنين. 4-5 سنين. وانت تو قداش العمر حسام؟ 27. 27 سنة بي؟ في الفاكولتي عرفت طفلة. عرفت طفلة صحيح. بس ما بعضنا نقرأ ونمشي ونجي ونخرج. كل بس في الوقت كل نعدي فيه مع بعضنا في الفاك البر قراية ستاج كل شيء مع بعضنا. مش شوية خلينا لبعضنا تعلقنا لبعضنا حبينا بعضنا. لين جت كملنا على القراية كل حد تجسمية كل حد مشي في بلاصة معها إني كنت نخدم هي زادت تجسمية بعدنا شوية لبعضنا ما عادش يقبل الحد تجسمية أي كل بدت شوية بشوية بشوية الغيرة بدت تظهر فهمتني هذه شكون هذه كيفاش الغيرة بدت تظهر أكثر في البعد بعدته صحيح بالفترة تظهر كيفاش بدأت تظهر انك ما عادش تنجم تعمل كونتاكت مع عباد تخدم معك في البلاصة تخدم فيها انت زاد كيف عباد تقعد معها ولا تقرب لك ولا حاجة زاد كيف في برشا حوايج في برشا حوايج بدأت تظهر الغيرة أقوى من العادة ما عادش يقبل هذا الشك مش الشك هو يمكن شك يمكن حب تملك ما تفهمش بالضبط كيفاش عبد يحب الروح وبرشا ما يخليش الظهر انت فسرت الغيرة المفرطة متاحة بحب تملك صحيح حب تملك هو اللي خلى السبب حب التملك يكون ظاهر حتى وانتم مع بعضكم ولكن البعد خلق البعد نسبة البعد شك كبيرة صحيح الشك وكل الثقة ولا معناتها برشا باللي تكون كنت معناتها كنا بحر بعضنا يمكن كانت ثقة أكثر معناتها عندي جا بحر بعضنا وما فهمش بعدنا ولات فما برشا شك وفما برشا غيرة وفما برشا استخمام الشك هذا حسام قديش عندك دور فيه أنت؟ هل بوتيتر ما كنتش حاضر برشا كنت تغيب عليها مثلا ولا لا بالعكس نفس الكونتاكت هي يعني معناتها الكونتاكت اجور صباح ليل عشيه ما كان عاده
كالعادة، ولكن الشك ما عادش كالعادة ولا مفرط؟ صح مفرط ياسر. وين كنت؟ شبي تليفونك في كيش؟ وين وصلنا الشك هذا حسام؟ كنا كما نقولوا سنية مسكرة، طريق مسدود، سنية مسكرة وبرشة مشاكل وبرشة تخمام، واخرتها كما نقولوا صار الشك مع اقرب العباد، مش اقرب العباد، مع زميله هي في كانت تقرا معايا. شكت فيك انك يعني مع زميله تقرا معك؟ هي تقرا معايا ومعناتها كما نقولوا احنا كنا جروب كامل، معناتها نعرف بعضنا الناس كله، نعرف الناس كل كيفاش كنا نتعاملوا، معناتها هي اصلا كانت تعرف وش تنظر نتاعي للعبد هذاك والعبد هذاك والعبد هذاك. بعد ما صار الانفصال ولات هي تغزل اني انا وليت نخون ولا نلعب، بينما اني كما نقولوا من روحي يعني كنت بقى روحي يعني ما عنديش الحاجات هذه. مو شعور المنافسة يولد الغيرة زاد؟ صح المنافسة، ويمكن حتى قلت الثقة ولا بس حاجات منها. بعد الإفراط هذا في الغيرة أصبحت حاجة لا تحتمل، قررت أنت أنك تبعده؟ والله ما حبيتش، حبيت نقول خليني نعدي، ما عندها الحق وبرغم انه هو انسان يحب حاجه يملكها وما عادش نجم فيها، اما قلت برا ما يسالش، معناتها خلي يمكن تكون حاجه مثال تتعدى وصفه وقتيه تتعدى، مش شيء نقدر نتكرر معناتها الى ان اي معناتها الى ان انك توصل لمرحله انك ما عادش نجم تستحمل معناتها الشيء هذاك. في الاخر قررت انت انه تبعده؟ يمكن قرب يجي بيناتنا بالدفاع. هي تعبت من شكها وانت تعبت من شكها زاد؟ صحيح، بينما ما كنتش اني واحد من الناس ما كنتش نبادر فيها معناتها بالحكايه هذيك، ما كنتش معناتها نبادر فيها في نفس الغيره كما كان، خاطر اني كنت عندي ثقه في روحي وعندي ثقه في العبد اللي معايا. انت كنت متوازن مش كيفها هي. صحيح. نختموا بحاجه حسام لو تسمع فينا شنو تقول له في 10 ثواني؟ حاجة الوحيدة لازم نقول انك اي علاقة في الدنيا هذه مبنية على الثقة، الثقة هي الكل في كل، الأطفال سواء ما تنجمش تنجح حتى علاقة بغير ثقة. مازلت تحبها؟ مازلت، اما الوقت ينسي برضه مش مشكلة. الوقت ينسي، شكرا لك حسام اللي شاركتنا قصتك وتجربتك، مازلنا مواصلين معكم في كلام القلب حتى العشرة متاع الليل، موضوعنا الغيرة كانت من أبطال قصتك، هل كانت عامل إيجابي ومن براهين العشق؟ ولا كانت من براهين حب التملك؟ كلمونا على 56 833 423، رجعنا معاكم بعد الأخبار في ساعتنا الثانية.